هلا فيكم حلقة جديدة من قصص مرعبة. جبنا لكم اليوم قصص من المتابعين. قبل ما نبدأ لا تنسون أزر اللايك واشتركوا بالقناة. والحين خلونا نبدأ. أول قصة معنا هي قصة باسم البيت المهجور من تأليف هانا وستلا. في بنت اسمها سوزي كانت من النوع اللي ما يخاف من أي شيء. مرة كانت متكية مع صديقاتها وقاعدين يتحدثون، إلين واحدة منهم قالت إن في بيت مهجور واللي يدخله ما راح يرجع. سوزي بكل استهزاء قالت وضحكت من الموضوع إنها ما تصدق الحاجات ذي، وراح تروح البيت المهجور في الليل عشان تبرهن إن البيت طبيعي وما في شيء. تجمعوا البنات في الليل، بس واحدة ما بغت تروح مع سوزي عشان كلهم كانوا خايفين من الموضوع. ودعت سوزي البنات وراحت البيت وماسكة جوالها وقاعد تسجل إيش جالسة تسوي. بعد ما دخلت البيت بدت تهين الأشخاص اللي في البيت وتقول ترى أنا الحين في بيتكم، لو كنتوا هنا اطلعوا ولا تشردون. بعدها سمعت صوت رد عليها، أظن أنك تورطي في مشكلة كبيرة. طبعا سوزي طالعت في جوالها ولقيت النت انقطع والتسجيل توقف. بعدها سوزي حست أن في أحد وراها، لفت راسها وتلاقي واحدة شعرها طويل وعيونها سودة. سوزي من الخوف أغمي عليها. بالنسبة لصديقتها كانت في واحدة اللي حكت عن المنزل، كانت تدق على سوزي بالجوال لكنها ما ردت، وفكرت أن السبب كل هذا لأنها تكلمت عن البيت المهجور من الأساس. وفجأة سمعت صوت همس في إذنها يقول أنت عارفة أنك السبب، أظن النهاية تقربت. ولفت راسها صديقة سوزي وما لقت أحد، إلين طلعت في الشباك لقيت سوزي واقفة ومنزل راسها ودم جالس ينزل من راسها. هنا صديقات عرفت أن سوزي سكنتها جنية البيت المهجور، فقالت الصديقة عارف أن أنت مو سوزي، وش تبين مني؟ ردت عليها سوزي أنت سبب معاناتي، الحين راح تدفعين الثمن. وبعدها سوزي وصديقتها اختفوا إلى الأبد وما لقوا جثتهم. قصتنا الثانية بعنوان القضية المرعبة من تأليف عبد الله. قصتنا تتحدث عن خالد. خالد شرطي مبتدئ يحاول إظهار صورته كموظف مثالي، وكان دائما يقوم بعمله على أكمل واجب. ويوم من الأيام لاحظ خالد دخول واحد من زملائه في العمل بعد ما رجع مهمته في التحقيق بالغابة، وكانوا في مكتب رئيس الشرطة وكان يتكلم بصوت عالي ويقول إذا بقينا كذا ما راح يخلينا في حالنا وبنموت كلنا، عشان كذا أنا بستقيل. ولما طلع زميل خالد راح لخالد وسأله ليش تبغى تستقيل؟ رد على صديقه وقال له دورك الجاي لهذه المهمة؟ قال له إيه. قال له أجل استعد عشان تواجهه. هنا خالد خاف وسأل زميله مين اللي بواجهه؟ قال له زميله بتعرف كل شيء بعدين. وبعد ما طلع زميل خالد من قسم الشرطة راح خالد المدير وسأله وش يقصد زميلي؟ وقتها طلع لوجه رئيس الشرطة الخوف وقال بعدين كل شيء بيكون واضح بعدين. ومذاك اليوم خالد يترقب اليوم اللي بيروح فيه لهذه المهمة، اللي كل ما راح لأحد استقال من وظيفته. وبعد يومين جاء الوقت اللي يروح فيه خالد المهمة هذه ويكتشف السبب اللي يصير بزملائه. ولما وصل خالد المنطقة المهمة ما لاحظ شيء يخوف طبعا، وقتها كان خالد لوحده لأن كل زملائه رفضوا يروحون معاه في هذه المهمة. خالد كان يتمشى في المنطقة ولاحظ شيء غريب، إن في شخص واقف ومعطي خالد ظهره. ولما خالد حاول يقرب من هذا الشخص فجأة أصيب خالد بصداع حاد، وكأن في أصوات في رأسه تقول له أطلع من هنا أطلع من هنا. لكن خالد ما كان يبغى يطلع لأنه كان مصمم أنه يعرف حقيقة هذه القضية الغريبة. وبعدها بدقائق راح صداع من خالد وطالع ورفع خالد رأسه وشاف اللي قدامه شخص كان واقف. خالد هنا صار عنده فضول أكثر يعرف إيش الأسباب وراء هذه الأشياء الغريبة. كمل خالد بحثه في المنطقة وشاف ظل شخص طويل قدامه معنا الوحدة في الغابة. طلع خالد وراه وما شاف شيء، وبعدها جاء نفس الصداع وقال حذرتك. بعد ما راح صداع من خالد رفع راسه وشاف زميله استقال وقف قدامه وكانت يده مليانة دم، وكان يبتسم يناظر خالد بطريقة تخوف وقال له طالع وراك خالد. وبعدها وقتها خالد طالع وراه وشاف الشيء اللي صدمه، شاف شخص وجه مشوه وكانت أسنانه حادة وكان ينظر لخالد بنظرة مخيفة ويقول له أنت واحد مننا الآن. وبعدها
صرخ خالد، لكن ما كان في حد قريب منه أو يسمعه. وبعد 3 أيام من اختفاء خالد رجع لقسم الشرطة وقال نفس الكلام اللي قاله زميله. لكن قبل ما خالد يطلع من مكتب رئيس الشرطة أعطاه رسالة. لما سأله وش دي الرسالة، ابتسم خالد وقال له شوفه بنفسك. بعدها طلع خالد مركز الشرطة واستقال. وبعد خروجه من 3 دقائق أخذ للشرطة الرسالة وفتحها، وبعد ما شافوش فيها قلبه وقف من الخوف. كان مكتوب برسالة دماء: إذا ما وقفت تحقيق هذه القضية بتكون نهايتكم. القصة هذه بعنوان جنية النوم، من تأليف ويب سيمباي. أنا اسمي فهد، عندي هواية غريبة اللي هي أني أحب أشتري وأجمع الأشياء الغريبة من الإنترنت. وفي يوم من الأيام كنت أدور على غرض غريب اشتريته من موقع إيباي، ووقعت عيني على غرض اسمه جنية النوم. الغرض كان أشبه بمخلوق غريب عنده أجنحة فراشة، وكان شكله مضى على الزمن، وكان بحجم الكف، وكانت محنطة على حسب الكلام المكتوب في الوصف. أنا دائما أشوف هذه الأشياء وما كانت تخوفني، بس لما طلعت في هذا المخلوق حسيت برعب مو طبيعي، لكن استجمعت قواي وشجاعتي واشتريتها. ولما وصلني الغرض فرحت مرة كالعادة، شفتها على طول وحطيتها على الرف في غرفتي. ولما طلعت في الساعة كان الوقت متأخر، قلت خليني أنام شوي. نمت وصحيت فجأة على الساعة 4، طلعت على الرف وشفت الشيء اللي خلى قلبي يوقف من الخوف. المخلوق اللي اشتريته كان على الطاولة جنب راسي وكان مبتسم، قرب عند اذني وقال لي لا تقولوا من هذا الشيء وكمل نوم. ومن بعدها ما شفت جنية مرة ثانية. وهذه كانت قصة مرعبة لهذه الحلقة من المتابعين الرهيبين. كان معكم عبد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.